الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، متواصلين بحضراتكم مع انطلاقات واشواطنا المتواصله في بطوله كاس الاولمبيه السعوديه في ميدان تبوك لسباقات الهجل لعام 2023 بدعم كبير وسخي. هكذا ايها المتابعون الكرام، انطلاقتنا الصباحية مستمرة مع الحقائق وتحديات الحقائق، انطلاقة موفقة بعون من الله سبحانه وتعالى، حيث انطلاقة شوطنا التاسع للحقائق البكار وتحديات الأسماء والشعارات الحاضرة والمتواجدة بين أقطاب وأركان هذا الميدان. أعداد إقبال هائلة على أرضية هذا الميدان. نسير بحضراتكم لنتابع وتتابعون الصدارة والبداية. من تتقدم جلادة بشعار ناصر بن سعود بن حمود بن شافي آل شافي مع مقدمة الشوط ومع صدارة الشوط مع البداية الأولى، مقدما لنا جلادة. بينما المركز الثاني ثاني الأسماء من تحت المركز الوصافة. أتابع وتتابعون مشاهدينا ومتابعينا الكرام، عفوا الصدارة والبداية والمقدمة مشاهدينا الكرام. هنا وصفة مع سعد بن نزال بن عيد العمراني، يتقدم العمراني مقدما لنا شعار في هذه اللحظات إلا أثناء. بينما الأسماء المتسللة القادمة في هذه اللحظات وصلت وغيرت إلى مقدمة الشوط. البداية والصدارة مع حمد بن فيصل بن جابر المرضى في المرية، مع هنا مقدمة الشوط مع السريعة. المركز الثاني من الجانب الآخر، الله يا ثاني الأسماء، حامد بن عيد بن فالح العرادي البلوية مع جسرة والقادمة في هذه اللحظات. هنا نايف بن سمر بن سعود العطوية مع المملكة بن سمر على المركز الثاني. بينما الهجوم بينما القدوم بدأت الأصايل بزحفها تقترب في هذه اللحظات، تقترب رويدة الرويدة في هذه المواجهة، في هذه المواجهة مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء. القدوم والوصول في هذه اللحظات، وصلت في هذه اللحظات وتقدمت على المركز الرابع. الهجوم مع عبد الله بن محمد بن نديل المري مع سمحة، والقدوم في هذه اللحظات احضرت مشاهدينا الكرام، احضرت مزون صالح بن بني البلوية. لكن نعود الى مقدمة الشوط، الى صدارة الشوط، حمد بن فيصل بن جابر المرية مع السريعة. السريعة لا زالت سريعة بأدائها بعطائها، وصلت الأسماء. الله 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 يا هذا الهجوم، هجوم مكثف، هجوم مكثف. وصلت في هذه اللحظات، وصلت هلا مبارك بن علي العجمية مع هلا هلا، تتقدم في هذه اللحظات من الجانب الآخر. والهجوم مع الأسماء القادمة في هذه اللحظات الواصلة وصلت جسر. بينما القدوم وصل بن جنيفر مقدما لنا شعار، وصل علي بن جنيفر الغفراني المري مع الشاينية. لكن العودة في مواجهة في ثنائية كبيرة، ثنائية خطيرة مثيرة. هنا ما بين السريعة ما بين هلا والسريعة، السريعة وهلا. لكن هلا يا مالك، هلا وكل الهلا، رحب وكل الرحب مع هذه البطلة، مع هلا من انتزعت نماس هذا الشوط بكل استحقاق، بكل جدارة، بكل شراسة. مبارك بن علي بن مانع العجمي النقطة الثانية في صباح هذا اليوم. تهانينا والف مبروك لعلى هذا الفوز والانتصار لمالك هلا. مبارك بن علي بن مانع العجمي. بينما المركز الثاني حمد بن فيصل بن جابر المري مع السريعة، وثالثا ثالث الأسماء مشاهدينا الكرام. نتابع مع مخرجنا
ثالث الأسماء ونتابع كذلك رابع الأسماء وخامس الأسماء لأعطى كل حق حقه في هذا الشوط. نتابع في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام مع مخرجنا الهواري في هذه اللحظات. نبارك ونهني لمالك هلا خاطفة نوما شوطنا التاسع مبارك بن علي بن مانع العجمي. تتابعون ونتابع بحضراتكم توقيت هلا 4:44 و43 من الثواني. تهانينا والنماس لمبارك بن علي بن مانع العجمي. بينما المركز الثاني سريعة حمد بن فيصل بن جابر المري 4:46 و38 من الثواني. ثالث الأسماء فكان الوصول مع شعر بدر بن ناصر بن سالم الشمري 4:47 وثمان أجزاء من الثواني. بينما المركز الرابع معالي عبد الرحمن بن سلمان بن صالح المغير العتيبي. وخامسا ضبا مفلح بن حمود بن مطلق البلوي. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء. كما شاهدنا وياكم شوط كان حاضرا بالمنافسة وبالتحدي حتى الرمق الأخير. وهلا تظهر بنوماسي هذا الشوط وتهدي مالك مبارك بن علي بن مانع العجمي هذا النوماس وهذا الانتصار المستحق في صباح هذا اليوم. على ما يبدو لي نقطة ثانية ثمينة في صباح هذا اليوم وفي هذه التحديات وفي بطولة كأس الأولمبية السعودية. مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء تهانينا وألف مبروك لجميع الأخوة الفائزين في أشواطنا السابقة. أشواطنا متواصلة مستمرة بعطاء كبير وفي قادم الأشواط كل التوفيق لجميع الأخوة المشاركين.